هناك قلق بالغ من حدوث ما حذرت به مصر مرارا وتكرارا من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة، وهو ما حذرنا ونحذر منه، وهو لا يخدم مصلحة أي طرف على الإطلاق. لذلك ونتحدث مع شركائنا الإقليميين والدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة على أهمية العمل على وقف التصعيد، وقف السياسات الأحادية والاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل ضد الدول المجاورة وخاصة لبنان الشقيق. احنا طالما طبعا يؤثر بالسلب على المفاوضات، ولكن مصر ومعها قطر والولايات المتحدة لدينا إصرار كامل والتزام على مواصلة كل الجهد الممكن ومواصلة هذه المفاوضات حقنا لدماء الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة، وأيضا حفاظا على الاستقرار في المنطقة ومنع التصعيد. تعلم هناك يعني وضوح في الرؤية بأن هناك طرف لا توجد لديه إرادة سياسية للتحرك في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا عدد من الأسرى الفلسطينيين والنفاذ للمساعدات. هذا الطرف هو الطرف الإسرائيلي، ولذلك بنقول دائما أن كل مكونات الصفقة جاهزة، وأن المشكلة هي توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي. حتى Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.